جسدك بإصابات مختلفة حتى يشغلك الألم الجسدي عن الألم النفسي. ما علاقتنا نحن بذلك ولماذا هذه الحلقة؟ الإجابة لأنني لم أكن أتخيل أبدا أن ينتمي شباب في مصر إلى هذه الجماعات. لم أتوقع أن تصل حجم جماعات الإيمو في مصر إلى كل هذا العدد، لكن هذا هو ما حدث. ومن هنا نتساءل، ماذا يحدث للشباب في مصر؟ هل يبحثون عن انتماء مفقود؟ وهل البحث عن الانتماء احيانا يكون بحثا على الضياع؟ ليه كل ما باجي اتكلم صوتي دايما مش بيوصل؟ ليه كل حق ليا في البلد دي بتحاول؟ ليه كل فكرة نشأة الوقل وش اللازمة والمواطن اللي مثل بعتة والمدينة للميديا تمول؟ انا مش هفضل اقول وعيد، انا مش هقول كلام مجيد، انا بس عاوز ادافع عن موانع فكر لامع. نفسي بس يعيش يزيد بدون رصيد، عايش وحيد مولود وليد، احساس ملاني بالكآبة جه الجديد خلاني ساعد مزيكا لازمة حل ازمة معدي نسبة الكاريزما حلت كل نقاط الضعف فيا وفينا من جديد. قالوا بعيد انك تكون في واقع شاب لامع، ايه المانع؟ ما انا كل ما باجي كل يكون خالع، انا معاك ايه ابو بدله؟ اصل انت اسطمبه سامه، تقول له اي حاجه صح يقول لك للمجادله. تقطيع ايدين جرح دراعين شذوذ صحك وعن جنب، طب جابوا منين كلام وزين؟ بس الحقيقه تقول لي مين انا الجرين؟ عشت السنين طب كل حاجه راحت فين؟ ملاني ظلم وجالي حلم اني محبوس طول السنين. قالوا عني كلام ملهوش اي صله بالحقيقه، اظلموا ناس كتير ولا في موضوع الحقيقه؟ دقيقه اديني بس من وقتك دقيقه اشرح لك كل كلامي واقول لك على الحقيقه. ليه بتعاملني كاني غريب ولا سارق سريقه؟ يا ريت تسالني كل حياتي وخد خطوات جريئه. ليه بتعاملني كاني غريب ولا سارق سريقه؟ يا ريت تسالني كل حياتي وخد خطوات جريئه. الو استاذ محمود من برنامج البيت بيتك؟ ايوه يا قمر. هو الواد ابو تريد ساحر ديمو؟ اكيد يا ماما. موظف الضريب اللي جنبه؟ اكيد يا ماما. والبيت دي موظف يا بنتي؟ انت مش شايفه نفس البنطلون بتاعهم واللبس بتاعهم؟ وده انت طلعتي بنت. انت تغلطي وليه انت بنت؟ بطلي ادب يا بنت. جيسوس بفين عرفته تجريح دراعات وقلته، حكيت له صور في الانترنت ده دليل لا يا خيبته. انا نفسي بصورة عربي بالاصل بالذات مصري، انا عارف ان في ناس كده هم بس ده مش كله يعني. اصل انا مبسوط بالكلام بس انت كده 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 بس عبد الشيطان مين اللي سؤال لي دقفه كل سؤال ولبسي مال؟ طب ايه الحال ده؟ انا ذوقي مر مني استقال، في ناس هتراب حلتهم كاب والبنطلون خيمه والقبقاب عشاق منير ودمر الاسير وشعر زيد ريحه عبد الغسيل. سلاسل شيطان انت اتجننت، البس لك كنز واسكوتش بنت، انا حر فلس انا مش خدام، المره الجايه البس الحجاب.